احنا المرة اللي فاتت شباب بلشنا بورك شيت 5 صح، واخذنا عن التشيك بوكس وشفنا بالتشيك بوكس انه اهم بروبرتي عندي هي checked اللي هي ترو اور فولس، تمام؟ ووقتها اذا بتتذكروا عملنا هذا الاكسرسايز، فعلنا اللي هو الديفولت ايفنت للتشيك بوكس اللي سميناه checked، او مش احنا سميناه، هو اسمه checked changed. اوكي، فوقتها إذا بتتذكروا ربطنا إحنا كل واحد من هذول التشيك بوكسز مع البروبرتي المقابل إلها في التكست بوكس. أنا كملت على الكود، إحنا طبقنا على المالتي لاين والإنيبلد، كملت على الباقي. يعني مثلا عندي هون الفيزيبل، بما إنه تشيكت أوريدي فأنت بتتوقع إنك تشوف التكست بوكس، لما تكبس عليه بيختفي and so on. نفس الشيء بالنسبة للريد أونلي، لما تكون مش معمول له تشيك معناها إنه الريد أونلي عندي فولس، فلما تكبس تشيك بتغير على نفس التشيك تشينج، على نفس الايفنت، بس تكبس عليه صار الريد اونلي فولس، سوري ترو، وبالتالي ما بتقدر انت تعدل على التكست بوكس، بس بتقدر تفوت عليه مش زي الانيبلد. يعني اتفقنا احنا الريد اونلي اي كان اكسس التكست بوكس، بس لو قلت له انيبلد فولس بسكره تماما وما بقدر ادخل جوا التكست بوكس. هاي الاشياء اللي اخذناها ب ورك شيت 5. هلا ضل عندي بروبرتي كثير مهمه بالنسبه للتشيك بوكسز اللي هي تشيك ستيت. هلا لنفرض، انا اعطيكم مثال او حاله ممكن نحتاج فيها التشيك ستيت. هلا التشيك ستيت مو دائما نستخدمها، يعني احنا عاده نعتمد على تشيك لانه ترو اور فولس، بس في حالات معينه زي هيك. مثلا لو عندي انا تشيك بوكس هون اضافي، وهذا التشيك بوكس على سبيل المثال شو بدي تكون مثلا بتسي، خلينا نحط شغله مثلا بيرسونال از ماريد، تمام؟ از ماريد بهذا الشكل. هلا مرات كتير انت لما تيجي تعبي فورم معين، مثلا في بعض بتسي بعض البيرسونال انفورميشن ما بتحب انك تعطيها، تمام؟ ما بتحب انه تحكي شو إنه true or false. فلما يجيك أنت إشي زي هيك مثلا على سبيل المثال check box is married، وتيجي تعمل أنت run، هلأ أنت مش حابب إنك تبين أو تعطي يا لا ولا لا، تمام؟ بس شكل check box هيك بهذا الشكل إيش معنى؟ لما يكون هيك unchecked شو معنى؟ اللي بقرأ not married. معناه yes، معناه you are not married، معناه إنه أنت أعطيت معلومة إنه you are not married أو عملت تشيك معناها يو ار ماريد. طب أوكي، أنا ما بدي أعطي هاي المعلومة. طب أنا ما في عندي بالتشيك بوكس هون غير تنتين، غير يا أما تشيك يا أما لا. فزودونا بالبروبرتي هاي اسمها تشيك ستيت، تمام؟ أنا نروح عليها. تشيك ستيت موجودة على كل تشيك بوكس. أنت لو فعلتها، تمام؟ يعني ممكن تاخذ اللي هي الحالة الثالثة اللي هي indeterminate، يعني أنا مش محدد المعلومة اللي بدي إياها هاي. أو أنت بدك إياها، أنا مش معطيك معلومة. فالتشيك ستيت هيها، تمام؟ إذا بتلاحظ ما فيها true false، فيها three values: unchecked, checked, و indeterminate. أوكي؟ هلا لاحظوا عندي وهي by default unchecked. لاحظ عندي الchecked إيش مالها؟ false، تمام؟ معناها هم في ربط معين بينهم التنتين. هلا لما أجي أحكي checked هون بدي اياها checked، شوفوا شو صار عندي بالchecked، صارت true، تمام؟ وصار هون معمول عليها ايش؟ check، يعني ما في الصح موجوده. اوكي، الحاله الثالثه اللي هي indeterminate. indeterminate ابقت على checked true، شوفوا شو صار شكل المربع، صار في مربع صغير اسود، هذا اللي بيشوفه بيعرف انه انت لا حاطط لا true ولا false، تمام؟ يعني ما تعمل run بهذا الشكل، اوكي؟ اي حدا بيشوفه بيعرف انه انت لسه ما ضغطت عليه، انت ما حددت. فلو انا تركته بالفورم زي هيك حينعرف انه انا مش محدده are you married or not، تمام؟ لكن اذا بدي احدد كيف بعمل عليها check؟ طبعا اول check هتعملها false لانه هي اصلا صارت true، التشيك الثانيه هترجعها true، بس طبعا ما في عندي اي طريقه هون بهذا التشيك بوكس حاليا، ما في طريقه اني ارجعها indeterminate بالكبسات، بس اني بس اكبس عليها. يعني اول ما اعملها رن ده
تاخذ اللي هي indeterminate اللي هي غير محدد. مجرد ما اكبس عليها انا اعطيتها false، اعطيتها check اللي هي unchecked، كبست مره ثانيه صارت true اللي هي checked، تمام؟ بس خلص ما بقدر ارجع للindeterminate من هون، انا بقدر ارجعها بطريقه اخرى وهلا بنشوفها. بس وضحت فكره التشيك ستيت ايش الهدف منها؟ ولاحظ هون لما عملتها indeterminate التشيكت ترو، ليش التشيكت عملها ترو؟ ليش يا فكركم يعني يا ترى؟ ليش اعتبرها ترو؟ هل هو رابط بينهم التنتين؟ ليش لما صارت indeterminate اعتبر التشيكت ترو؟ دكتور عشان تقدر تغيريها بالرن. هلا بقدر اغيرها طبعا، انا بقدر عشان اغيرها هيك عملها. عشان هيك عملها ترو. لا انا لا هلا شوف انا قصدي هيك، شوف الربط، لما عملتها unchecked اعتبرها false، لما عملتها indeterminate اعتبرها true. على اي اساس يعني ليش اعتبرها true؟ ليش انا ما احكي هذا التشيك بوكس true or false؟ معناه لما يكون true معناه في رمز معين، سواء كان الرمز هذا اشارة الصح سواء كانت المربع، لكن لما يكون false بيكون فاضي تماما ما في اشي. فعشان هيك هم ربطوا يعني الindeterminate بتعبي المربع، بتعبيه برمز اللي هو المربع الأسود الصغير هذا، أو ما بعرف إذا ببين عندكم لون ثاني يعني على أجهزتكم. دكتورة بس عندي مبين أسود. تفضل دكتورة. هو محطوط ترو لأنه يعني تشيكت بس بطريقة مو بالصح، تشيكت بالضبط. بالأسود بالضبط، هو تشيكت بطريقة تانية، أوكي، إنه عليه فيه رمز معين جواته، تمام. بيكون فولس لما يكون فاضي تماما، معناه فيش فيه إشي، فيش فيه أي نوع من الأنسرز خاص، أو مش هيك إنه فولس إنه فاضي، تمام. لكن هنا لا، إنه هنا معناه في رمز اللي هو رمز الإنديترمينت، مش رمز التشيكت، مش رمز الصح، رمز المربع هذا، أوكي. فالفكرة هون أجين الإنديترمينت هي حالة ثالثة أنا بضيفها للتشيك بوكس اللي إحنا متعارف عليه تشيك بوكس بس حالتين. بس هاي الحالة تعطى في حالات إنه أنت بدك تعطي الصلاحية لليوزر إنه ما يعبي، يعني لو تركها فاضية هيك وإجيت أنت تشيك على الفورم اللي عندك، تيجي بتشوف إذا كانت checked true وبنفس الوقت check state indeterminate، معناها اليوزر ما دخل لي داتا، تمام؟ معناها هنا كأنه تركها من غير بيانات. واضح شباب؟ واضحة هيك؟ طيب كيف بقدر أغيرها؟ تمام؟ مين اللي؟ حدا بسأل ولا بتقولوا لي واضحة؟ حكيت لك واضحة. تمام حبيبي. طيب خلينا نشوف شغلة، هلا كيف أنا بقدر أغيرها؟ هلا بتقدر تغيرها بس at runtime، يعني كيف بقدر أرجعها لindeterminate؟ بقدر أرجعها indeterminate at runtime فقط، ما بقدر أرجعها يعني at runtime قصدي بالكود، ما بقدر أرجعها اليوزر، إذا اليوزر غيرها ما بقدر أرجعها بكبسته. فممكن أعمل هون كالتالي، ممكن أجي هون، انتوا بتعرفوا انه في اي فورم انت بتعبيه مثلا عبيت طلب معين او كذا، بتلاقي تحت ممكن تلاقي كبسه اسمها ريسيت، تمام. كبسه الريسيت تعيد الفورم الى الديفولت فاليوز، بتعيد الفورم انت يعني مثلا بالريسيت بتروح على كل التكست بوكسز بتفضيها، بتروح على التشيك بوكسز بترجعها للديفولت فاليو سواء تشيكت اور انتشيكت، تمام. فهنا بالريسيت انا بدي أرجع الـ is married، بدي أرجعها تصير indeterminate، تمام؟ يعني بدي أغير هلأ، بدي أغير على الـ check state أخليها indeterminate، ما بدي أقرب على الـ checked. أنتوا شايفين لما أغير على الـ check state هو by default بغير على الـ checked، هم مربوطين ببعض، تمام؟ هم هون. بس أغير على الـ check state على طول بغير لي على الـ checked، فأنا هون بالـ reset بس اليوزر يكبس عليه انه بده خلص يعني بده يسترجع، بده يعني يفضي خلينا نحكي بياناته، فبرجع انا التشيك ستيت الى indeterminate. فشوفوا كيف بدنا نعملها على نفس الكبسه على الريسيت، تمام. بدي اعرف ايش اسمه هذا، اسمه تشيك بوكس 5، تمام. بدي اقول له على الريسيت غير لي التشيك بوكس 5، اوكي، غير لي اللي هي التشيك ستيت، تمام. هي check state مش checked equals. طيب هلا check state لاحظوا انا مجرد ما حطيت equal على طول وقف لي هون
اللي هو فعليا اذا بتتذكروا قلنا بنوقف على البروبرتي بيعطيني الكلاس اللي هو تابع له او الداتا تايب له. التشيك ستيت مش بوليان، التشيك ستيت لها 3 values موجودين ضمن enumeration ضمن كلاس اسمه تشيك ستيت، اوكي، او ضمن تايب اسمه تشيك ستيت. فانا بس على طول هون لاحظوا على طول اعطاني اياه كهيلث، هي دبل كليك تشيك ستيت دوت بيعطيني ال 3 values بس المتاحه لي اللي هم نفسهم اللي شفناهم قبل شوي على البروبرتي ويندو، checked, indeterminate و unchecked. فبدي أغير لأي واحدة فيهم، بدي يحط لي indeterminate بهذا الشكل. واضح شو عملت هون؟ تمام؟ رجعت check state على البتون بس، يعني هي هون بعمل run. إيش اليوزر؟ أوكي شافها is married مش معبية هيك كأنها أنا ما عبيتها true or false. إيش حط مثلاً؟ أو إجا حاط الترو، بعدين قرر إنه لا أنا ما بدي بديش أعطي إنديكيشن، ما بدي هاي المعلومة ما بدي أبعتها لهذا الموقع مثلاً، تمام؟ فبيجي على الريسيت ما بيقدر هو بالماوس لحاله هون نو واي إنك ترجع على الإنديترمينت. بالريسيت أنا أعطيته هذا الأوبشن، إذا حبيت تفضي معلوماتك ترجعها للديفولت تعمل هون ريسيت ترجع إنديترمينت أجين. طب دكتورة بنقدر نسويها بالماوس كمان؟ كيف؟ بالكبسة. بالإف ستيتمنتس، يعني إف إلس، إف إلس، إف إلس هيك. يعني أنت بدك على نفس هون على التشيك تشينج نفسها على التشيك بوكس؟ إيه، بدل ما نغير شو اسمها هي إنه الترو والفولس نغير الستيت، والستيت بتغير الترو والفولس. طيب جربها ورجيني اياها، يعني هي حتغلب حتغلبك شوي لانه حيصير في تعارض هلا. انت جربها شوف يمكن تزبط، يعني بس انا زي انا متخيلاها انها يمكن ما تزبط تماما. طب دكتور راح اكتب لك الكود هلا، تمام؟ اوكي وانت بس جربيها. طيب ماشي خلص. اوكي هلا الفكره اللي بدي اوصلها انا انه زميلكم بده يغير على التشيك تشينج، يعني هنا بدي اعمل دبل كليك صح يا نصر، بيعمل دبل كليك على نفس التشيك بوكس وهون يحط اف ستيتمنت انه اذا اول مره مثلا اعملها انه اذا اول مره اعملها مثلا فولس، ثاني مره اعملها او يغير بنفس يعني الانديترمينت تغيرها هون بطريقه معينه باف ستيتمنت هو بده يكتبها. بس الفكره هون بهذا الايفنت انه هذا الايفنت يتم تغيير يتم مناداته اوكي في كل مره انت بتعمل تشيك او ان تشيك اوكي، فيمكن يمكن في بعض الحالات ما تزبط معك. فخليك جربها ونشوفها سوا، تمام؟ ابعث لي اياها على الشات وبطبقها. طيب قبل ما نصر يخلص هذا الحكي، واضح هيك بالنسبه للتشيك بوكسز؟ حدا عنده اي سؤال؟ احنا بس نخلص ان شاء الله هاي الورك شيت او هذا الاكسرسايز وناخذ الراديو باتونز. في عندي بنفس الورك شيت في عندي اكسرسايز على التشيك بوكسز وعلى الراديو باتونز، اكسرسايز اضافي برضو حيعمق الفكرة عندكم أكثر إن شاء الله. إذا التشيك بوكس أوكي خلينا نروح على الراديو باتنز. الراديو باتنز أنا ما حضيف مباشرة زي ما موجود عندكم بالوركشيت، بدنا نركز على شغلة حكيناها المرة اللي فاتت إذا بتتذكروا، لما قلنا إنه أنا عندي الراديو باتنز زي هيك، تمام؟ أنا لما أحطهم قلنا البيهيفير للراديو باتن إنه ما ياخد أكثر أو ما تقدر تعمل تشيك على أكثر من خيار، زي هون مثلاً بالتشيك بوكس سمح لي بهذا الشيء، بس بالراديو باتنز ما بسمح لي إنه أنا أستعمل أو أختار أكثر من خيار. خلنا نجرب. لو أجيت هون قلت له كالتالي، بدي أضيف هون على سبيل المثال هاي راديو باتن 1 و2، تمام؟ هدول الاثنين بدهم يحددوا الميجر مثلا، يعني هذا سي اس هذا اس اي، وخلينا نضيف كمان واحد بس عشان يكون مور رياليستيك. اوكي ساي مثلا دبليو اي، تمام؟ هي عندي هنا ثلاث تخصصات، انت طلبت من اليوزر انه يختار واحد منهم، بس تعمل ران اليوزر هيجي يختار مثلا سي اس، تذكر انه هو مش سي اس، اوكي بالغلط حتى بده يروح يغير بده يختار تخصص ثاني. شوفوا لحاله مجرد ما يجي على التخصص الثاني بالماوس ويختاره
على طول بفضي التخصص هذا. يعني هاي هون شايفين ما بيسمح لي زي تشيك بوكس، تشيك بوكس بيسمح لي اعمل تشيك قد ما بدي صح؟ لو عملتهم كلهم تشيك ما في مشكلة، بس بالراديو بتون لا، بالراديو بتون بس بيسمح لي اني اضيف او اني اختار تشيك على واحد. حتى لو لنفرض انه انا طبعا بالراديو بتونز حكيت لكم انه في عندي تكست اللي هو اللي عبيناه قبل شوي، في تكست لكل راديو بتون اللي هو شو الليبل بده يكون مكتوب جنبيه، وفي عندي كمان بالراديو بتونز في عندي بروبرتي تشيكت. دكتوره بعثت لك الكود، يلا هلا بشوفه، انا بس اخلص هاي الجزئيه وبنرجع له ان شاء الله. بعته على الشات عندي. اوكي مش بس يعني انت مو دقيق كثير لانه البروبرتيز مو شايفهم قدامي. طيب هلا بشوفه ولا يهمك، بس خليني اكمل المعامله بس الستراكشر يعني واضح. طيب هلا استنى شوي وينه. اوكي نصر هي هذا، خلينا نحطه هلا بنجربه مع بعض. اوكي بس دقيقه عشان اخلص الجزئيه اللي كنت احكي فيها. اوكي تمام، هلا خلينا نكمل هون. اذا حكينا انه حتى لو انا مثلا حكينا انه في عندي property checked على كل radio button، فلما تشوف هون عندي checked by default لكل واحد فيهم، انا هلا واقفه على CS لكل واحد ببلش by default false. لنفرض انه انا بدي اعطي default value، اوكي يعني بدي اعتبر انه اغلب الطلاب اللي حيفوتوا على هذا الفورم حيكونوا CS، otherwise بيروحوا بيغيروا، فانا by default بدي اقول له اعتبر لي السي اس هو الديفولت. لاحظ مجرد ما حطيته ترو راح عبالي عمل تشيك، اوكي عمل تشيك على الراديو باتون ولون لي اياه، الباقيين لا انا ما لي علاقه انا غيرت على هذا. بس شوفوا حتى بالديزاين، حتى بالديزاين لو اجيت قلت لا انا بدي احط ديفولت فاليو اس اي، او بدي احاول احط التنتين ديفولت فاليو بالديزاين، انا مش راح على الرن لسه، اجيت على الاس اي قلت له غير لي اياها خليها ترو، شوفوا ايش بصير بالسي اس، ايش صار؟ راح لترو فاليو منه على طول على طول. يعني حتى بالديزاين ما بسمح لك تعطي ترو لتنتين على تو راديو باتونز موجودين عندك على الشاشه، لازم بس واحد، انت هيك البيهيفير للراديو باتون. تمام؟ طيب سالتكم سؤال المره اللي فاتت، طب اوكي انا عندي هدول للميجر ماشي، وبدي اضيف كمان راديو باتونز واحد اثنين لا مثلا الجندر، اوكي انه هذا ميل هذا فيميل، اوكي لاحظ اجيت بدي اعطي مثلا ديفولت، معلش حغاوز مع الفيميل، خلي الديفولت هو الفيميل تمام، فبدي ارجع التشيك اقول له الفيميل ترو. ركزوا شو حيصير عندي بالراديو باتونز، بدك بانل لحالهم هذول. ايوه بالضبط، ما انا بدي هذيك مره حكيتها بشكل نظري، حتى واحده من الصبايا صبصبة اظن حكت شو اللي لازم نعمله، بس انا حابه تشوفوا راي العين عشان تثبت في مخكم اكثر. هون مجرد ما انا قلت له خلي الفيميل هو الديفولت راح شال لي الديفولت من هون. طب شو علاقه هذول في هذول؟ انا كديفلوبر انا بدي افصل الميجر عن الجندر، بدي اعتبر هذا جروب وهذا جروب، إذا حطيتهم كلهم في كونتينر واحد، هلأ كلياتهم موجودين في وان كونتينر اللي هو الفورم، تمام؟ بس مجرد ما أقول له والله أنا بدي هدول يعني أستخدم لهم other container سواء group box أو panel، فإذا جبت هذا الجروب إذا بتعطي الجندر بجروب بوكس أو الميجر، واحدة yes. منهم والتاني بتخليها برا. بالضبط، أو التنتين إذا حابة إنه أو واحدة group box والتانية panel. أو التنتين جروب بوكس إذا حابة تعطيها تايتل. فإذا هون بدي أكتب مثلا هاي الجندر وأجي أحط هدول التنتين هون، بس أتأكد إنهم دخلوا جوا، بحيث إنه لو حركت خلص حركت الجروب بوكس بتحركوا معي. لاحظ هلا لو إجيت على السي إس وقلت له اعمل لي تشيك، ما عنده مشكلة، صار عندي هون تشيك وهون تشيك. ليه؟ لأنه اعتبر هذا جروب منفصل عن هذا. اوكي فانت هلا البيهيفير للجندر يو كان سيلكت يا اما ميل يا اما فيميل، وبنفس الوقت تقدر تختار واحد من هدول الثلاثه. تمام بالرن هلا اليوزر بيطلع عنده هيك، اوكي حب يغير غير ما اثر على الميجر،
حب يغير الميجر ما أثر على الجندر. واضح شباب كيف البيهيفير للراديو باتنز؟ هاي مهمة علشان لما تعمل فورم بتعرف ليش أنا لازم أفصلهم عن بعض. إذا أنا بدي كل مجموعة راديو باتنز أتعامل معهم على حدة لازم أفصلهم بكونتينر منفصل. لاحظوا هنا أنا ما حطيت كونتينر هون لأنهم أوريدي موجودين على الفورم، ما في غيرهم. لو بدي أضيف مجموعة ثالثة من الراديو باتنز yes I have to separate them، لازم أحط هنا panel أو group box ثاني. أوكي؟ وإذا ما في إشي بمنعنا أحط another group box هنا هلا. إحنا هلا بنضيف أصلاً راديو باتنز ثانيين. لو حطيت another group box وقلت له هذا مثلاً بدي أسميه major عشان أميز يعني، وبدي أحط فيه هدول الثلاثة بهذا الشكل. هيك صفة ما في عندي مشكلة أبداً. لو أضفت هلأ جروب سوري لو أضفت راديو باتنز جداد هيكون ما في عندي مشكلة بالمرة. فأنا بس علشان أوسع لهم مكان بس. هلأ المفهوم الراديو باتنز واضح بالنسبة لكم شباب؟ أمورنا تمام هيك؟ واضح إن شاء الله. واضح. خليني بس أكمل ما تبقى من الوركشيت ونرجع بس لموضوع الكود اللي كتبه نصر. هنا تشوف هنا نحطه راديو باتنز واحد اثنين بعدين من واحد واثنين. أنا كان لازم أعملها قبل المحاضرة بس سوري يعني بصراحة صحيت متأخر ما لحقت أعملها. وهنا هل عشان نطبق الموضوع بسرعة في عندي هنا two panels واحد اثنين ما هحط كل الـ items بس هحط هنا مثلا text box واحد text box هون على أساس يدخل name مثلا وليبل اوكي. وبعدين عندي another tool label و text box في الثاني. education I think major هنا أو university whatever أي واحد فيهم. هو هذا بس منظر يعني إنه عشان تعرفوا إنه هدول البانلز لهم علاقة بالراديو باتونز إنه بدنا نربطهم هلا بطريقة ما. أوكي خلينا نرجع على الكود اللي كتبه نصر. دكتورة بس خديني معدل لأنه عدلته بس لأنه أوكي. كتبته بدون تركيز كامل لا هو لأنه فيه. عم ركز معك كمان. لا ولا يهمك وفي شو اسمه في ايرورز كان بس هو الايرورز بالاسماء اللي هذا مش عارفه اخذه هذا باسماء البروبرتيز بس. اوكي طيب هلا هون انت عامل اف اذا كان تشيك ستيت بيساوي انديترمينت بتغيره لا checked وإذا كان checked طبعا هاي هون هيك بتغيره لا unchecked هاي check state برضو وإذا كان دكتورة ال unchecked بس كاتبها غلط أنا كمان غير بس حط السي unchecked خلص أخذها وهنا إيش المشكلة هون check state checked دكتورة المشكلة إنه ماني حاطط check box 5 لا هون هيك بدك تعمل أيوة بالضبط بس عملت أنا copy و paste ما ركزت كثير هيك بدك يعني صح؟ أيوة هيك يعني هنا على لما يتغير checked هلا هون لاحظ هذا الايفنت
بتنفذ على التشيك مش على التشيك ستيت. يعني لما تعمل لما يصير ترو او لما يصير فولس، تمام؟ فانت هون بتقعد تساله اذا كان التشيك ستيت اوريدي انديترمينت حوله لتشيك، اذا كان تشيك حوله لانتشيك، اذروايز انديترمينت. طب خلينا نجرب. اوكي هلا اوكي هو كان هيك ماشي الحال، كان خلينا نفكر بالتشيك. انا هلا حكي كانت التشيك ايش ترو، فاجيت كبست عليه، لما اكبس عليه هلا حيتنفذ الامر، فهي كانت ترو اوريدي، كانت انديترمينت، رحت انت على طول عملتها تشيك. اوكي شو صار؟ ما نزلت. هلا بتعرف شو اللي بيصير قاعد هلا، انت هي تشيك تمام، انت لما تكبس عليها alright المفروض ان الكبسة الماوس تخليها فولس. هلا مجرد ما صارت التشيكت فولس حيروح على الايفنت. طب دخل جوا الايفنت حيجي يفتش هون، انت هون عامل اوكي، شوف شو صار، دخل على التشيكت. حلو هلا ركزوا معي شو اللي صار بالضبط شباب. انا كبست، الكبسه اللي كبستها حولت التشيكت الى فولس داخليا، انا مش شايفاها لسه، حولت التشيكت الى فولس، راح مباشره نادى الايفنت لانه التشيكت تغيرت، دخل جوا قاعد انت بتسال على التشيك ستيت، هل هي اصلا تشيكت؟ يس هي كانت تشيكت. اذا شو رح تعمل فيها؟ غير لي اياها، اعملها ان تشيك. طب هاي الان تشيك شو بتساوي؟ هاي اوتوماتيكلي بتغير على التشيك بتخليها فولس، صح؟ صح تمام. فحيرجع هلا شو يعمل؟ اي ثينك انه حيرجع ينادي الايفنت مره ثانيه، يعني حيدخل بطريقه ما، يعني هضلوا ينادي الإيفنت بطريقة، يعني كل ما تغير إشي هنا فعلياً هتنادي الإيفنت، حتى وإنت بتغير على التشيك ستيت، التشيك ستيت بتغير على التشيك، فبضلوا ينادي على الإيفنت، فهنا حتصير فيه لخبطة. هلأ ممكن دكتورة الحالة الثالثة هي اللي عم تسوي الغلط، لأنه بدك F معها. ما هو ما دخلش على الحالة الثالثة، هو ما وصل، يعني هلأ هنا هي أصلاً تشيكت، أوكي؟ أصلاً هي تشيكت، فأنا عملت عليها تشيك بهذا الشكل، راح جابني هون. هلا هاي الانتشيك المفروض شو عملت؟ رجعت حولت لي على فولس، مزبوط؟ يعني هي ما بعرف، يعني حتدخل بطريقة ما، يعني حضله ينادي حاله أكتر من مرة، عرفت علي كيف؟ عشان هيك ما حيتغير، يعني كل مرة حينادي حاله حيرجع يرجع تشيك مرة تانية، تشيك حتناديه مرة تانية، يعني ما حتكون، يعني المشكلة إنه أنت قاعد بتعدل على property، هاي البروبرتي بتحفز الايفنت نفسه. هاي الحركه كتير صعبه انك تعملها، مش لانه يعني تريكي، يعني الشغله هاي حضلها تنادي الايفنت اكثر من مره. نفس الشيء يعني اي ايفنت عندي، يعني مثلا حتى هاي مثلا بصيرش اعدل على التشيك جوا التشيك تشينج، لانه كل ما اعدل عليها بده ينادي حاله، يعني انت زي كانك عامل نوع من الريكيرسيف. فهمت علي يا نصر؟ حاول فيها، إذا لقيت حل تاني حاول فيها، بس أنا بتخيل إنها ما حتزبط، إنه أنا قاعدة بعدل، سوري، يعني قاعدة بعدل أنا على property، البروبرتي حتنادي لي نفس الإيفنت اللي أنا واقفة عليه، حتضلها تنادي فيه، فما حتعطيني behavior صح، أوكي؟ تمام دكتورة. نرجع وين إحنا هلا؟ نرجع نكمل هاي القصة. هلا إحنا عندنا اوكي في هنا نكمل على الراديو باتونز، في عندي بيرسونال وعندي ايدوكيشن. الفكره هون انه انا بدي اليوزر يدخل لي معلومات بس، اوكي بدي انا لما يكبس اليوزر على البيرسونال تظهر له المعلومات البيرسونال. اوكي طبعا هو في الورك شيت انا حاطه هون نيم وايج، هون حاطه ميجر ويونيفرسيتي، معلومات ايدوكيشن. احنا الفكره انه بدنا نوصل البرمجه او الشغله اللي نعملها، مش مهم انه يكون الديزاين 100%. هلا إذا إحنا بدنا نفعل، هلا بدنا نكتب كود بحيث إنه لما أكبس على البيرسونال يظهر لي البانل هاي ويخفي لي البانل هاي. لما أكبس على الإديوكيشن بدي إياه يظهر لي الميجر ويخفي لي النيم. معناها هلا بدي فعل اللي هو الإيفنت الديفولت إيفنت الخاص ب إيش؟ الخاص بالراديو باتن، تمام؟ متذكرين شو كان الديفولت ايفنت للتشيك بوكس؟ شو كان اسمه هلا كنا عليه؟
اسم الايفنت الخاص بالتشيك بوكس. هلا كنا نشتغل عليه اللي هو check change yes exactly checked changed. فنفس الشيء بالنسبة للراديو بوتون. هلا الراديو بوتون برضو في عنده نفس البروبرتي اللي اسمها checked، وبرضو هذه البروبرتي يتم التعديل عليها. فإذا أجيت على هذا الراديو بوتون حطيت دبل كليك، هتلاقي عندك برضو في عندي event اسمه checked changed. تمام، برضو هنا في نفس الايفنت هاندلر او سوري الايفنت اسم الايفنت، فاعمل الايفنت هاندلر على هذا الراديو بوتون. هلا انا بدي لما ادخل لما اليوزر يختار هذا الراديو بوتون، تمام، لما يكون اف، تمام، الراديو بوتون هذا اسمه نفسه باخده. اوكي، اذا كان checked، اذا كان checked إلو true يعني، تمام، أخذتها غلط لأني أنا ما كتبتها من الهلب. شايفين كيف الواحد بغلط؟ هيك بأخذها من الهلب بتكون صح، أعطاني إياها بلون أزرق، I think إنها keyword لإشي معين. طيب هلا هون إذا كانت checked، تمام، شو بدي أعمل؟ بدي البانل الأولى هاي. أوكي، إذا كانت personal checked البانل الأولى تكون displayed، إنها تكون visible، والبانل الثاني تكون unvisible. فبدي أعمل شو؟ سوري، بدي أعمل شو؟ هاي. فباجي هون بقول له، بما أنا بدي أحط جملتين، إذا أنت اخترت personal so panel 1 خليها visible اعملها show، و panel 2 اعملها hide. تمام؟ أوكي؟ otherwise else شو otherwise شو بدي يصير؟ أنا عندي بس حالتين for now. إيش بدي يصير بهالحالة؟ إيش بدي أعمل؟ لو أنا اخترت education بدي أخفي، بدي أظهر panel 2 وأخفي panel 1، يعني العكس. إيش بضلني أعمل أنا؟ control tab. أوكي؟ يعني بدي أعمل العكس، إنه panel 1 هي اللي تختفي. ياكم تركزوا معي شباب باللي بدي أعمله هلا. هاي بدي أعملها hide. أوكي؟ هاي بدي أعملها show. أوكي، مفهوم شو اللي بدي أعمله أنا هلا؟ بدي لما يكبس على personal يظهر لي هاي ويخفي هاي، لما أكبس على الإدوكيشن بده يظهر الميجر ويخفي النيم. واضح؟ طبعاً هلا باي ديفولت ما حيكون منطقي كتير. لاحظوا باي ديفولت أنا مش مختارة لا هاي ولا هاي، وأصلاً هدول تنتين ظاهرين. شوفوا لما أختار البيرسونال هيو أظهر لي النيم وأخفي لي الميجر. لما أروح على الإدوكيشن هيو اشتغل، ظهر لي الميجر وأخفالي النيم. واضح شو اللي صار هون؟ الهدوء هذا بخوف. واضح شباب؟ لا 100% دكتور، سهل جدا. أكيد. طيب تمام، هو هنا في تركات معينة. هلا بالراديو بتون في شغلاتكم تاخذوها بعين الاعتبار. في هلا معي في معي وقت بقدر أورجيكم شغلة، يعني مفهوم كتير حلو بدنا أعطيكم إياه هلا. بس قبل هيك لاحظ لما أنا عملت run، أنت بدك مع يوزر، اليوزر قاعد بتفرج على الشاشة، تنتين هدول أنا مش مختار ولا إشي وعندي هدول التنتين. أوكي، فيني أحط هنا داتا وأحط هنا داتا وانتهى الموضوع. فأنت مو غلط إنك أنت تضبط شاشتك كديفولت تكون مناسبة لليوزر. يعني ممكن تكون باي ديفولت تحط تعمل تشيك على البيرسونال وبس تظهر البانيل الأولى. إذا بدي يروح على الإدوكيشن بروح على الإدوكيشن. يعني أنت خلي منظر الشاشة أول ما تظهر لليوزر تكون مناسبة. اوكي، يعني اجي هون مثلا اقول له خلي البيرسونال checked true، يعني باي ديفولت بده يكون هو الترو. هلا اذا اليوزر شافها ترو بده يتوقع انه بس هاي الظاهره، يبقى هاي شو بدي اعمل فيها؟ باي ديفولت بدي اخلي الفيزبل الها فولس. هذا الحكي بس باي ديفولت، زي كيف انت لما تعمل السيتنجز المبدئي لبرنامجك. اوكي، اول ما تعمل تشغل البرنامج تمام هذا اللي مبين، بس كبيهيفير هذا صح 100%. تخيل انت لو انا حاطه هون ديفولت بيرسونال ومظهره له النيم والميجر، حيفكر انه الميجر تابع للبيرسونال، صح؟ فانا هون بس اظهرت له المناسب. حب يغير هلا حيشتغل عندي، لاحظ حيشتغل عندي بشكل صحيح. طيب لاحظوا هون
الإدوكيشن قاعد بيشتغل. طب أنا حطيت كود على هذا على الإدوكيشن، أنا وين الكود حطيته؟ يلا وين على الكود؟ البيرسونال. يا طب ليش الإدوكيشن بيشتغل يا ترى؟ ليه الإدوكيشن شغال أو فعليا مش شغال؟ لما أختاره بيغير الكود قاعد شغال بالحالتين. واي دكتورة انك حاطه اف ستيتمنت والس تبع البيرسونال؟ اوكي الاف ستيتمنت والالس يس مزبوط، بس فعليا انا قاعده بسال عن ريديو بتن 6 ريديو بتن 7 ولا شفته هذا 7 يس. ليش؟ بس لانه دكتورة الحاله الثانيه اجباري يعني غير راح تكون غير هي الراديو بتن 6. طيب يعني انت قربت على الجواب يعني انا فهمانه بس ماني عارفان كيف اوصل لك اياها، انه الحاله الثانيه اجباري غير هي البوتن راديو بوتن. السؤال انا لما اجي هون الحاله الثانيه بتتنفذ كيف دخل على الحاله الثانيه؟ طب انا اجيت على الادوكيشن دكتوره واحده حاله واحده بس بتتنفذ، اذا ما تنفذت الاولى راح تنفذ الثانيه. يس مزبوط بس كيف الدكتوره يعني هديك تنفذت يعني؟ لا دكتور راديو بوتن لازم تختاري واحد منهم او واحد أوكي. من واحد منهم بس بيكون هو اللي فعال، فانت لو ما اخترتي الثانيه وما تنفذ الشرط تبعها اوريدي راح تتنفذ الثانيه. يعني الاولى ما تحقق الشرط تبعها عشان تختاريها فتتحقق الثانيه وتختاريها اوريدي حتى لو ما انت اجيتي عليها. طيب مزبوط بس لا دكتوره وغير هيك انه بيسوي لها اون تشيك لهي يعني لما تروح أيوة. عشان بيسوي لها اون تشيك بالضبط. اوكي هذا بدي اوصله. هلا انتوا اثنين بتحكوا صح، انتوا عارفين شو بدكم توصلوا لي بس مش يعني عارفين انتوا الاجابه بس مش عارفين توصلوها صح. اللي حكاها هلا نصر هي هاي اللي بدي اياها، انه انا حتى هون تلاحظوا الكود موجود في مكان واحد فقط، الكود موجود بس على راديو بتن 6 7 ما عليه كود، بس ليش قاعد تنفذ؟ هو اللي بيصير فعليا انه هذا الكود متى ينفذ فعليا؟ لما التشيك تتغير مش لما تعمل تشيك. اوكي لما قيمة التشيك على البيرسونال تتغير، يعني إما كانت ترو صارت فولس، إما كانت فولس صارت ترو. فأنا هلا واقفة على البيرسونال، حلو؟ البيرسونال إيش قيمة التشيك تبعتها؟ هلا بهاي المنظر بهاي الحالة ترو. يس هلا أنا ما كبست على البيرسونال، رحت كبست على الإدوكيشن، إحنا اتفقنا فصار صديق فولس. أيوه هو لحاله أوتوماتيكلي مجرد ما أكبس على الإدوكيشن هلا الإدوكيشن صارت ترو، بس أنا مش حاطة عليها إيفنت، ما عملت إشي. اللي انعمل إنه البيرسونال تغيرت، كانت ترو صارت فولس، مجرد ما تشيكت تشينجد تم تغييرها حيدخل على هذا الكود بكل الأحوال، سواء عملتها فولس أو عملتها ترو. تمام؟ أنت بتتخيل أنت كيوزر إنه أنا رحت على الإدوكيشن، طب هو إيش كيف الإدوكيشن ما عليها كود مبدئيا؟ يعني أول ما تشوفها الإدوكيشن ما عليها كود، طب شو نفذ؟ لا هو نفذ البيرسونال أجين لأنه تم التغيير بشكل أوتوماتيكي. فهلأ لما صارت هاي فولس إجا سأل زي ما حكى نصر أو زي ما حكيتوا أنتوا اثنين فعليا إنه راح الحالة الثانية. ليه؟ لأنه البتون 6 دوت تشيكت إيش ماله؟ فولس، فراح على الإلس وراح إيش عمل؟ خبالي بانل 1 وأظهر لي بانل 2. لما أرجع على البيرسونال أجين هاي بشكل واضح يعني ومنطقي إنه تحولت لترو، فراح ينفذ اللي هو الجزئية الأولى لجوا الإف. تمام؟ هاي تمام شباب؟ طيب مفهومي للكل؟ ليش أنا حطيت أنا هلا ما كتبت كود على الإدوكيشن ولا بدي أكتب، فركزوا معي، عرفتوا ليش تنفذ؟ لأن البيرسونال حاطت إيش أنا حاطة فيه الحالتين، تمام؟ سواء كان تشيك أو أن تشيك، فبالحالتين سواء أنا انتقلت على الإدوكيشن برضو هذا حيتنفذ. ليه؟ لأنه تم تغيير التشيك من ترو إلى فولس. طيب خلينا نكمل الجزئية هاي، معلش أنا أخركم شوي لأنه الموضوع كتير related لبعض. تمام؟ هنا بدي أعمل كالتالي، بدي أحط هنا مثلاً experience، بدي أحط معلومات جديدة، صاروا ثلاثة عندي مش اثنين، حلو؟ وبدي أجي هون أحط another panel، سوري هذا غلط، panel عادي، وبدي أحط اللهم صل على محمد say another text box و label okay. بهذا الشكل. هذا الليبل let's say مثلا experience years
هلا الفكره انه انا ضفت هذا البانل 3 بده يدخل في الموضوع، يعني لما اختار بيرسونال بهدول اثنين بده يخفيهم، لما اختار الادوكيشن بده يخفي هدول اللي على الجنبين ويخلي بس الميجر، لما اختار الاكسبيرينس اللي هو الراديو باتون 8 بده يخبي هدول الاثنين. فخلينا نكمل على نفس البيرسونال، مش هغير على الكود تمام، قصدي سوري مش هكتب كود في مكان تاني، بدي اخلي كل الكود على راديو باتون 6. لاحظ هلا هون قلت له اذا اخترت 6 شو بدنا نعمل؟ بدك بانل 3 كمان شو مالها؟ انها تصير هيدن صح؟ سوري انها تصير هيدن مزبوط، يعني اختار بيرسونال بدي اخفي هذول الاثنين واظهر هاي. طيب هلا بما انه صار عندي ثلاث حالات هلا صفى، انا لازم اعمل نستد اف، ما بيكفي صح ولا لا؟ بس دكتوره ما بيزبط، لانه ممكن تكوني على الاديوكيشن تروحي على يس. انا بدي اياكم تشوفوا هاي الغلطه، انا بدي اياكم تشوفوها اوكي 100% نصر بتحكي انت صح تمام. فانا بدي نعرف ليش حيصير هذا الحكي. هلا اذا كانت سبعة هي التشيكت تمام، سو اظهر اخفي لي الاولى واظهر لي الثانيه واخفي لي الثالثه اللي هي بانل 3، اذروايز انس الاخيره اللي هي هتخفي أول تنتين، هي الإكسبرينس هتخفي أول تنتين وتظهر لي شو آخر واحدة. هلأ على فكرة بس عشان تكونوا بالصورة، هلأ أنت فيك هاي الجمل تحطها من غير if statement على radio button 6، وهاي لحالها تحطها على radio button 7، وهاي لحالها تحطها على radio button 8 وتشتغل. بس أنا بدي أوصلكم إشي معين تمام، أنا ما بدي أحط كود عليهم التلاتة، التنتين هدولاك حيضل الكود فاضي تمام، يعني بدي أوصلكم لمعلومة معينة ممكن تفيدكم لقدام. فخلينا هون هلأ حطيت الكود بهذا الشكل، بدي أعمل run. لاحظوا هلأ شو بيصير، أنا موجودة على personal سوري هذا طبعا by default لازم هاي أخفيها تكون visible عشان يكون behavior صح. by default تكون false. يلا نعمل run. هلا انا موجوده على البيرسونال صح، رحت على الادوكيشن اشتغلت بطريقه صح، رجعت على البيرسونال اوكي، رحت على الاكسبيرينس هتشتغل ولا ما هتشتغل؟ راح تشتغل، راح تشتغل يس راح تشتغل طالما انك عم تنتقلي بين البيرسونال وشيء ثاني. ايوه ممتاز، انا هلا موجوده على الاكسبيرينس، اروح على الادوكيشن اشتغلت؟ لا ما اشتغلت اجين. ليه ما اشتغلت؟ ليه مرة تانية؟ هي ما اشتغلت لأنه الكود موجود على البيرسونال على راديو باتون 6، فأنا فعلياً إذا ضليتني أراوح من هون لهون راديو باتون 6 مش هذا بيرسونال مش قاعد بتغير أصلاً أوكي؟ فلو ضليتني أكبس من هون لبكرة الكود اللي هون ما حيتنفذ، باللحظة اللي باجي فيها على البيرسونال حيتنفذ الكود. رحت على الإكسبيرينس البيرسونال حتتحول من ترو إلى فولس هيتنفذ الكود، رجعت على البيرسونال اوكي، رحت على الادوكيشن البيرسونال حتتغير هيتنفذ الكود، لكن هون لا هون الكود مش قاعد بيتنفذ. طب شو اعمل انا علشان انفذ الكود؟ هلا في قلنا الطريقه الاولى يا اما تاخذ كل الكود هذا وبتنسخه عليهم الثلاثه، يعني بتعمل ايفنت هاندلر لكل وحده فيهم تمام، يا اما تاخذ بس هاي الجزئيه بتخليها على راديو باتون 6 من غير اف وبتزبط اوكي، لو حطيت هاي لحالها على راديو باتون 7 وهاي لحالها على راديو باتون 8 برضه بتزبط. بس ايش الطريقه اللي احسها اسهل واخف بدل ما تحط كود في ثلاثه باتونز؟ بقدر اعمل كالتالي، شوفوا شباب ايش بدي اعمل، روح على الايفنت. هلا هذا البيرسونال انا اوريدي عامله عليه ايفنت صح، وهي رابط التشيك تشينجد مع الايفنت هاندلر اللي هو راديو باتون 6 تشيك تشينجد تمام. هذا مربوط كيف؟ لما عملت دبل كليك على طول ربط لي اياه صح. بدك تسمي ال 3 راديو باتون بنفس الايفنت؟ بدي اربط مش اسمي يس، بدي اربط يوم هذا القصد يس، حيصير هم فعلا الثلاثه ينادوا لي وان ميثود. شو اهميه اصلا الاوبجكت اورينتد؟ مش اني انا اعمل ميثود بدل ما اكتبها ثلاث مرات انه انا اديها ثلاث مرات، وهذا الحكي برضه ينطبق على الايفنت هاندلرز. فانا اجيت هون على الادوكيشن الآلة الحاسبه عشان ما انادي الارقام من الصفر للتسعه،
أنا عملت بتعمليهم بنفس الكليك. ممتاز، ما هي الفكرة بنفس الميثود بتناديهم. هلا لاحظ ما تعمل دبل كليك هون، لو عملت دبل كليك هون على هاي على طول حينشئ لك ديفولت ايفنت للراديو باتن 7. أنا ما بدي، أنا بدي التشيك تشينج تبعت راديو باتن 7 تنادي لي نفس الايفنت. شايفين شو أعطاني هون بالسهم؟ أعطاني كل الايفنت هاندلرز أو كل الميثودز فعليا الموجودة عندك في كودك. أوكي، بقول لك اختار أنت بدك هذا الايفنت ينادي أي ايفنت هاندلر من هدول، باجي بختار هذا وهو ميثود بالنهاية. مع فكرة ممكن I think تكتب ميثود عادي وتناديه بإيفنت هاندلر، مجرد إنك ربطته تناديه من هون، يعني مجرد إنك ربطته صار هو هذا الإيفنت هاندلر تبعك. فهون لاحظ again أنا هون بس قلت له ناديه اللي هو الإيفنت هاندلر الموجود على راديو باتن 6 من غير ما أضيف إشي هون. والإكسبرينس نفس الشيء على تشيك تشينج قلت له روح لي على راديو باتن 6 أوكي على نفس الإيفنت هاندلر. هلا لاحظ الثلاثة حينادوا نفس الكود education experience، هي صار شغلي تمام من غير ما اضطر اكرر الكود ويضطر الكومبايلر يعمل لي ترجمه للكود ثلاث مرات. واضح شباب؟ طب دكتوره فيني اعمل ميثود خارجيه يعني ما تكون انه created؟ I think انه you can do it. I think انها ممكن تزبط بس ما جربت بصراحه، بس انه نفس المبدا انك يعني. هلا خليني اجرب شغله بس هيك سريعه. لو حطيت هون void مثلا سميتها test بغض النظر ايش فيها، وجيت هنا قلت على سبيل المثال لا ما بينت عندي، لا اذا لازم تكون created، لازم تكون يس لازم تكون event handler. اوكي انا توقعت انه ممكن بس لا مش منطقية، لازم تكون event handler او ما بعرف إذا يمكن تحط لها مثلا إذا حطيت لها سيجنتشر زي هيك ما بعرف جرب، بس أنا اللي ما جربت قبل هيك توقعت إنها تزبط. ممكن جربوها أنتوا وتشوفوا. طيب هذا الحكي واضح شباب؟ أنا ما بدي أخركم أكثر من هيك. المحاضرة الجاية إن شاء الله بدي أرجع لهذا الكود أكتبه بطريقة ثانية، نفسه بدي أكتبه بطريقة ثانية بس عشان تشوفوا إيش الطرق اللي أنا ممكن أتعامل فيها، ومنكمل إن شاء الله على الإكسرسايز اللي ورا. أوكي؟ أحد عنده أي سؤال لهون؟ أمورنا تمام؟ يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم يا ربي. هاي الحضور والغياب done. أوكي you can leave هلا. الله يعطيكم العافية وبشوفكم إن شاء الله يوم الأحد.